اهلا يا شباب. يعني ايه سي ان سي؟ سي ان سي معناها انا بتحكم في الماشين بتاعتي او المعده بتاعتي من خلال الكمبيوتر. خلينا ناخد مثال توضيحي عشان نفهم الدنيا اكتر. لو احنا عايزين نسمع مقطع صوتي معين بنعمل ايه؟ بنعمل داونلود للمقطع الصوتي بصيغه ام بي 3، بنفتح برنامج ميديا بلاير، بنقول للبرنامج شغل لنا الملف اللي موجود في قلبي موجات الصوت، فيبتدي البرنامج ياخد الملف اللي في قلبي موجات الصوت ويعرف البروسيسور لما ابعت لك الموجه بالشكل ده هتعمل كذا، ولما ابعت لك الموجه بالشكل ده هتعمل كذا. فبعد ما البروسيسور بيعالج البيانات زي ما البرنامج قال له، بيبتدي يسلم البيانات دي لكارت الصوت، ومن كارت الصوت للسماعات، ومن السماعات بنسمع الصوت اللي احنا ساعتها بنسمعه او احنا عاوزين نسمعه. كذلك مكنه السي ان سي بيكون عندي شغلانه، الشغلانه دي لها ابعاد، الابعاد دي بحطها في ملف وببتدي افتح برنامج التشغيل الخاص بمكنه السي ان سي واقول له شغل لي الملف ده. يبتدي البرنامج يعرف البروسيسور لما بعت لك المحور بيساوي كذا، فانت هتبعت عدد بلصات او عدد نبضات للمحور عشان يتحرك زي ما موجود في الرسمه. خلينا ناخد مثال عملي عشان الدنيا توضح اكتر. لو احنا عايزين نرسم جدول مربع 50 مللي في 50 مللي، فبرسم المربع بالابعاد المطلوبه على اي برنامج 2D، وباخد الملف اللي موجود في قلبي الابعاد، وبروح لبرنامج التشغيل واقول له نفذ لي الشغلانه ديت او ارسم لي المربع دوت. فيبتدي البرنامج ياخد المربع، وبعد ما يظبط النقطه اللي هيشتغل عليها هيبتدي يبعت للبروسيسور حرك المحور اكس 50 مللي في الاتجاه كذا، وحرك محور واي 50 مللي في الاتجاه كذا، وارجع تاني حرك محور اكس 50 مللي في الاتجاه المعاد، ابتدي حرك محور واي 50 مللي في الاتجاه المعاد. طيب عايز ارسم خط مائل جوه المربع. هيبتدي البرنامج يعرف البروسيسور شغال لي محور واي ومحور اكس هما الاثنين بنفس الوقت بنفس السرعه عشان يترسم الخط ده. واللي نستنتجه من الكلام اللي اتقال ده ثلاث حاجات: ان عندي تصميم، وعندي جهاز كمبيوتر وعليه برنامج تشغيل، وعندي معده وعندي ماكينه او الميكانيزم اللي بتحرك وبينفذ لي الشغلانه. فنبتدي بأول حاجة الملف اللي في قلبي أبعاد الشغلانة. أي شغلانة في الدنيا بيكون لها إحداثيات على إكس وواي وزد. فأنا لما بحب أعمل الشغلانة دي بنفذها على أي برنامج كات كام أو أي برنامج ديزاين، ببتدي أنفذه وأصممه على أي برامج ديزاين زي الأوتوكاد والسوليد وورك وبرامج تانية كتير، وأبتدي أحفظ الأبعاد ديت في ملف. تاني حاجة بيكون عندي جهاز كمبيوتر. جهاز الكمبيوتر ممكن يكون زي الديسكتوب الكمبيوتر بتاعنا العادي، ممكن يكون بي ال سي، ممكن يكون مايكرو كنترولر زي الاردوينو. وتالت حاجه الميكانيزم او الهيكل الحديد اللي هيبتدي يتحرك في المحاور وهينفذ لي الشغلانه على ارض الواقع. وفي نهايه الفيديو اتمنى ان اكون عرفت ابسط المعلومه واوصلها ليكم. وفي الحلقات الجايه ان شاء الله هنبتدي نتكلم عن الميكانيكا وعن اجهزه التحكم او الكمبيوتر وعن البرامج المستخدمه في الديزاين او التصميم. سلام عليكم.